أنتقل إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، والسيد أدامو ضيف الكريم من هناك. سيد أدامو، كل من المجلس الانتقالي وأيضا الإكواس وحتى الولايات المتحدة الأمريكية يقولون أن هناك بابا لا يزال مفتوحا أمام الحلول الدبلوماسية السلمية. في تقديرك، هل سيتم الوصول إلى حل وسط يرضي كافة الأطراف، أم أصبح هذا الأمر مستبعدا؟ شكرا جزيلا على استضافتي ببرنامجكم. الحلول الدبلوماسية بالطبع متاحة، ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك كثير من الصعوبات التي تواجه هذه الحلول الدبلوماسية. على سبيل المثال، عندما قررت الإكواس وقامت باللقاء في شهر يوليو، وضعوا قائمة من العقوبات الاقتصادية ضد النيجر، والتي توضح وتدل على أن هناك احتمالات للتدخلات العسكرية، ولكن لسوء الحظ أن بعض التركيز الإعلامي كان على التدخل العسكري فقط. وفي نفس الوقت العقوبات الاقتصادية تم تنفيذها ولكن لم يكن لها فاعلية كبيرة. على سبيل المثال، قطع الكهرباء من جانب نيجيريا، والتي تعتمد النيجر منها على 70% من طاقتها الكهربائية. نيجيريا تدخلت في هذا الشأن وقطعت الكهرباء، والتي تؤثر على الحياة اليومية في النيجر. على الجانب الآخر، الجانب النيجيري والقطاع المالي الخاص به كان له فعاليات من خلال تطبيق بعض العقوبات المالية فيما يتعلق بالتعامل مع تدفق الأموال إلى البنوك في النيجر. وكثير من الموارد الغذائية تأثرت كثيرا، حيث أن كثير من المواد الغذائية تصل إلى النيجر عن طريق نيجيريا من خلال الحدود، وهذا أثر على الأمن الغذائي في دولة الجوار التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد والسلاسل من جانب نيجيريا. ذلك بسبب هذه الإشكاليات وهذه العقوبات، والتي أثرت أيضا على سلاسل الإمداد إلى النيجر بشكل عام. فبالتالي هذا كان يؤثر على الدعم الذي يصل إلى مجلس الانتقالي، وهذا يضع الكثير من الضغوطات على المجلس الانتقالي للضغط عليهم للانتقال إلى الحلول الدبلوماسية والسلمية. وفي الأمس المجلس الانتقالي أرسل ممثلا عنه إلى التشاد ليكون له نقاش وحوار، حيث أن يدل على أن الجونتا أو المجلس الانتقالي مستعد للحوار ومنفتح على الحلول الدبلوماسية. فبالتالي الأمر لا يعتمد فقط على الحلول الدبلوماسية والعسكرية.